السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوزوكي ارتيجا 2020 نستعرضها لكم من خلال هذا المقطع. نبتدي نشرح مواصفات السيارة من الخارج. الأضواء الأمامية هالوجينية، مصابيح الضباب، الشبك الأمامي مطلي بالكروم، المراية الجانبية عليها أضواء فليشار قابلة للطي كهربائياً، مقابض الأبواب مطلية بالكروم وعليها خاصية الدخول الذكي. أما من الخلف، أربع حساسات على الصدام الخلفي، هذا شكل الأضواء. وبالنسبة للباب الخلفي، هذه هي مساحة التخزين اللي ممكن تحملها السوزوكي ارتيكا. هذا هو المحرك، 4 اسطوانات، 1500 سي سي، يولد قوة 105 حصان، وعليه ناقل حركة اوتوماتيكي من 4 سرعات. هذه بطاقة مصروف السيارة سوزوكي ارتيكا 2020. اللتر الواحد من البنزين يمشيك 17 كيلو 500 متر، والتقييم ممتاز. هذه السيارة طبعا تتسع بسبع ركاب، ثلاث صفوف، طبعا مقاعد قماشية، وهذه فتحات التكييف الخلفية، أربع فتحات ممكن تتحكم بقوة التكييف. وهذا شكل الداشبورد. ويتوفر للي جالسين في المقعد الصف الثاني منفذ طاقة 12 فولت. أنا حاليا في مقعد الساق. نبتدي نشرح مواصفات السيارة. التحكم بالشاشة اللي تكون وسط شاشة العدادات. خلينا نشغل بطارية السيارة. البلوتوث، شاشة وسط العدادات مثل ما تلاحظون، وهذا أيضا متوفرة شاشة. نظام السمعي، فقط تحكم بنظام السمعي في السيارة. تحكم بالتكييف يدويا. منفذ طاقة 12 فولت، منفذ AUX و USB، وهذا ناقل الحركة مثل ما قلت لكم 4 سرعات. عصا ناقل الحركة مكسوب الجلد، هاند بريك يدوي، وهذه التكاية صغيرة. ما قلت لكم المقاعد قماشية. السيارة طبعا عليها تخشيب مثل ما تلاحظون على التابلون وعلى الأبواب. التحكم بالنوافذ أوتوماتيكيا. طبعا هذه تعتبر فئة الفول أوبشن، في فئة أقل منها بصور لكم إياها بعد قليل. التحكم بالأقفال وتحكم بالمراية الجانبية. التحكم ايضا المرايه قابل للطي اوتوماتيكيا مثل ما تلاحظون. تمام. طبعا تشغيل السياره عن طريق البصمه. طبعا الاضواء الداخليه هيلوجينيه. سعر هذه السياره 6000 ريال عماني، اي ما يعادل 58000 ريال سعودي. ننتقل الان نشوف فئه النصف فل. بس انا نسيت اذكركم، الاطارات مقاس 185، ايوه 185 على 65، والرنجات مقاس 15. طبعا يعني هذه فئه الفول اوبشن تجي في تي. وهذه هي فئه النص فل. فئه النص فل طبعا تجي بدون مصابيح ضباب، وتجي بدون رنجات، تجي طيس، نفس مقاس الإطارات ونفس مقاس الطيس 185 على 65، والطيس مقاس 15. المرايا الجانبية عليها أضواء فليشر بدون خاصية الدخول الذكي. أما من الخلف تقريبا لا توجد يعني فروقات، سوى أن
الاربع حساسات على الصدام الخلفي، هذه المنطقة تجي مصبوغة نفس لون السيارة، اما فئة الفول اوبشن تجي مطلية بالكروم. نفس المواصفات، حتى فتحات التكييف الخلفية موجودة. وهذه فئة النص فول من الداخل، تقريبا عجلة القيادة هي الفرق فقط، انها السيارة هذه فئة النص فول تشتغل بالمفتاح، نفس الشاشة. فئة الفول اوبشن التكييف يجي عليه شاشة، اما الفئة النص فول فقط التكييف يعني فرارات بدون شاشة. نفس المواصفات، الاي يو اكس واليو اس بي ومنفذ طاقة 12 فولت وعصا ناقل حركة مكسوب الجلد هاند بريك، وتجي بدون دكاية. طبعا فئة الفول اوبشن تجي بدكاية بدون تخشيب مثل ما تلاحظون. اطفاء تشغيل باركينج سنسور، تحكم بالمرايا الجانبية، وايضا نافذة السائق تفتح وتغلق بلمسة واحدة، وممكن تتحكم بالمرايا الجانبية اوتوماتيكيا. فئة النص فول تجي باربع سماعات النظام الصوتي، وفئة الفول اوبشن تجي بست سماعات النظام الصوتي. فئة النص فول سعرها 5700 ريال عماني، اي ما يعادل 55000 ريال سعودي، 300 ريال فقط الفرق بين النص فول والفول اوبشن. في الختام اتمنى يعجبكم المقطع. طبعا هذه السيارة المقطع الماضي 2019 حبوه كثير، خصوصا الناس اللي تتابعني من الدول العربية حبوا السيارة كثير. تحياتي لكم، اخوكم ياسر الفارسي.